هو برهان بس نعطي خمسة بلي زدلو خطابة وشعر مغالة بلي خلاص فين زكت هوت بلي زدل سيا قياس مؤلف منه مقدمات مشهورة بلي صغرى وخبرها كي مشهورة بلي يكشتك مشهور بما دمو بي أما شقنا عقل من بيدك بلي وشيت يدري علم نورة وكل نور يعني صاحبه هو عمل الشكلية كما بلي. العلم نور وكل نور يعني صاحبه هو النتيجة فالعلم يعني صاحبه أنا أقصي الرأس تنشي صغرها كد مشهورة علم نورة كبرها كج نور خارك حبيدات في دبي أوش مشهورة بلي. أو نوعها داري نتزدى خد لدوي خطابة تعريفها قياس مؤلف من مقدمات مقبولة صغرى وكبرى كي ورجيراوة لشي ورجيراوة من شخص معتقد فيه اعتقاد به در إمام غزالي أو هاي قوتيا بلي. أو هاي قوتيا مثلا أو أو اعتقاد به در الشيخ معروف كرخي أو هاي فرموال وحزي العالم من هذا أو مقدمات مزنونة يان ظن دواء شادوني إلا قصي عالم ما تشقور به عند الشيخ خرق قناعة به صغرى وكبرى كي داني راز أودين خطاب غوشي خطبة متابقين ملحن والغرض منه مقصد لخطاب السياق ترغيب الناس فيما ينفعهم في الأمور معاشهم ومعادهم معاش ريانة معادش قيامته كما يفعل الخطباء والمرشدون والوعاز هروش خطيب ومرشد واعز أنا وذكر وزار هي مقدمات صغرى كبرى مقبولة زار هي مزنونة مقبول وشتسية درين محمد المستهد في دروسه فرانكز زور باش درس كان ساق دخيني فرانكس فقيه شي باشا هو كل مستعد في دروسه ينزع في الامتحان سعيده كان ما دام سعيد كان ناجحه ما دام ابي محمد محمد ينزع في الامتحان هو شك مقبوله ويا مهرو امان ديك يا ابي زور سعيد كان ناجح مثال او زاري ابي زني زور شدني وبي هذا جدار ينهار منه التراب هو طب طب خوري لي بربيتو شخبوا إما دم تب تب قوري لبر بتشق بي دكوي هري لبن دامن الشعب وكل زدار ينهار من التراب يسقط ما دم هذا الزدار يسقط شعر تعريفه وقياسه مؤلفه نقول شعرين هن راوي دانية شعرين منطقي قياس مؤلفه من المقدمات المتخيلة هاتشتي خيالية زور كم يوي الراس بي تنبسط منها النفس ودبي دري إنساني في خوش دبي أو تنقبض ين في قبض دبي والغرض منه انفعال النفس والتأثر فيها وبي تأثير لدري كابري بكا زيان بخوش ين بنا خوشي ين بيزيل يدبي تويان دري في خوش دبي فترغب في شيء أو تنفر منه مثاله إذا قلت الخمر ياقوتة سيالة عرق شتشي رونا سورة أغاية في الدنيا نامن يكابرا أو شبر يدري له دسي أو هو صغرى وكل ما كان كذلك تميل إليه النفس أرسي وابي يدري إنسان في خوش دبي ما دبا أرخ يدري خوش دبي أولا شعرت بصدور مميل إلى الخمر نفس أقل يترسي أخوائي النبي مع إنها فوق سكجوانية مرة الطعم رديئة المذاق خبيثة العنصر وكذلك لو قيل العسل مرة مهوئة كرة أنجين سيا تار زهرة زهرة مارة خلق خادر شيتوا بزلدتوا وكل مرة مهوئة تنفر منه النفس وتشمئز فتنفزز تنقزز من النفس مادم وابي مادم هنجين جدر الفشتاب الرجدبي لشعرت نفسك بانقضاب ونفرت من العسل مع أنه حلو الطعم شهي المذاق أتزلوه بشعره هنا وجدر الشعر سنشي أوش أوهايا أوش أوهايا غرب ما تقيتش تنشي لك أوهي لنا وشيته تعريفها أتزاري مغالة وقياس مؤلف وباشنية من مقدمات كاذبة شبيهة بالحق هذه هدي ديتا أتا آخر قيشتا صفري أو مغالة السفرة كاذبة شبيهة بالحق هل هو دشبيت حقي يعني دشبيت مشهوري دشبيت حقي دشبيت برهاني يعني دشبيت مشهوري دشبيت زدري أو من مقدمات وهمية كاذبة يعني أدريتش سلب سلبا ومن مسمياتها عندك دين مغالة السفستاء دين مشاغبة مثال المقدمات الكاذبة الشبيهة بالحق كأن تشير إلى سورة فرس وتقول هذا فرس
بريو شكري حسبي بريو حسبة وكل فرس السهال حسبيش دحيليني أو دحيليني إيو الراس نية برند شبعيت الراس دي أقا فرسي براستي با دحيلة نتيزة إيو هذا صحيح هذي أيبو شبعيت مشهوري دري هذا يتكلم بألفاظ العلم أوال ألفاظ علم دري وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم هرسي أول أبزان بري عالم فهذا عالم وهذا شبهت مشهوري ك كأبي ألفاظ علم بريتنا هو عالم بس خوي خوي عالمني على مسكيد زاني معناها كينا زاني مثال المقدمات الوهمية الكاذبة الميت جماد أو إذا شبهت مشهوري يعني قصة شيء كهلا إسحاقون زين الشر إسحاقون زين دري فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو زاهد وشوان القرآن ده قرية هتسي بشو القرآن بقرية هو زاهد بدينا ما دام هو بدينا هو ده شو هذا مشهور شيء درين هذا يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق فهذا سارق لبدي سارق دير الزاهد مثال المقدمات الوهمية الكاذبة الميت زماد ميت زماد هو وكل زماد لا تخاف منه ما دام المقدمات الوهمية الكاذبة الميت زماد وكل زماد لا تخاف منه الميت لا تخاف منه يعني لا أصلاً هو ميت زمادني بس هو مش دش بيت مشهوري تدري وكل زماد تخاف منه الميت زماد وكل زماد لا تخاف منه الميت تخاف منه مع العلم وجنية ميت زيت السير معناه إن تزكي دبري الميت تخاف منه لا يكان لرانا يعني بري وكل زماد تخاف منه شتي منه مثال ما عقلنا وكل زماد تخاف منه الميت تخاف منه كنت سالم شبيهة بالمشهورة ولم تكن مشهورة مقدمات مهمية كاذبة لعدم إدراك المعقولة ويدل على ذلك في المقدمات البينة الإنتاج مثل قولنا الميت زماد وكل زماد لا يخاف منه لا تخاف منه لا تخاف منه لا يخاف منه الفصلين لا يخاف منه الميت زماد وكل زماد الزماد قلوا أنسني لا يخاف منه ما يدش معنزني هو اللي يبي تيكة تانيسة مع أنه يخالف العقل في النتيجة بالحكم بالخوف عن الموتى وهم ودري يخالف العقل في النتيجة الخوف عن الوهم والدليل العقل الدليل لا يخاف منه وهم ماشي وكل الزمادين لا يخاف منه الميت لا يخاف منه القسم الأول مركب المقدمات كاذبا الشمير بالحق أو بالمشهورة والقسم الثاني والمركب المقدمات نهبيد كاذبة القسم هي قياس فاسد لا يفيد بيقينا ولا الزمان والمجرد الشك والشبهات
الوهم جليد الترسي نتيجة كيدي لا يخاف ودك عندي وهم أو قناعتين يخرج المرد يدرس والغرض من المغالطة والسفسطة أو آخره تهنيت الخصم وإسكاته وعلو عندي تق كابريك كربك يا وأغنات سد أو علم الشتية دانية وأعظم فائدة من تعلمها هي الاحتراز عنها الخول بباريزي أو مكة لو عندي على عد قول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيعي ومن لا لم يعرف الشر من الخير يقع فيه لذاني معنى تسونيا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه خلق فارزي ومن لم يعرف الشر من الخير لذاني تساكو خرابتي يقع فيه تنبيون ها والعمدة في اكتساب المجهولات التصديقية بين الصناعة الخمس هو البرهان لا غير قرآن كي أول أي مقدمات يقيني لا أو باشرة لا زدر ولا خطاب ولا وذلك لكون مقدمات البرهان يقينية فتكون نتائجها يقينية أيضا ومقدمات ما عداها ظنية ولا ينتج الظني إلا ظنيا مثله ولا ظني ظن في قدي برم لا يقين يقين في قدي قرآن الصغرى كبرى يقيني بو نتيجة شي يقيني بو لهم باشرة واعلم ان علمني الله واياك ان الجدل والخطابه والشعر من المطالب العاليه مغالطه كالسنب من المطالب العاليه والامور المهمه اوانش باش التي ينتفع بها كثيرا في المحاورات العامه ويكثر دورانها على السنه الطبائع والوعاظ والمرشدين في كل امه وفي كل ملة وهي التي عليها مدار الترغيب والترهيب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله بالتي هي أحسن وليكن هذا آخر الرسالة بحمد الله تعالى.